السؤال، من هو من هو إمامك الآن؟ من هو إمامك الآن؟ جاوبني وأجاوبك. انصاف. قل لك تبون الرئيس، تبون الرئيس بوتفليقة، كل الوزير الخارجية وزير الداخلية. يعني إمام زمانك وزير الخارجية؟ السلام عليكم. عبد العزيز بوتفليقة وأيضا عبد المجيد تبون، هؤلاء أولي الأمر لوهابية الجزائر. أما عبد الفتاح السيسي فهو رئيس أو ولي أمر الوهابية في مصر، أما آل سعود فهم أولي الأمر في السعودية. هذا هو منطق الوهابية. ولكن المشكلة والطامة الكبرى والمسألة التي تضحك الثكلى هي، إذا كنت أنت وهابي عايش مثلا في أمريكا، من هو ولي الأمر؟ هل جو بايدن هو ولي الأمر عندك يا وهابي؟ ما هذا المنطق؟ ما هذا الأسلوب؟ ما هذا الاستدلال؟ نعم والله العظيم يجب علينا أن نشكر رب العالمين على ولاية أهل البيت عليهم السلام، على مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فتصوروا إذا أنت شخص أمريكي، مسلم أمريكي، ولي الأمر اللي قصد رب العالمين بالآية الكريمة وأولي الأمر منكم، رب العالمين يقصد جو بايدن. قبل أن نستعرض معكم كلام هذا الوهابي، أحب أن أنوه على نقطة جدا مهمة، أنه هؤلاء الذين يتصلون على الحاج وعد اللامي، هؤلاء هم مشايخ، ليس مجرد عوام مثل ما يتصلون على البرامج الأخرى. أبو محمد هذا الجزائري، وغيره أبو منير، وأيضا عمار من فلسطين، وأيضا أبو عائشة، والكثير من الذين يتصلون ببرنامج الحاج وعد اللامي، هؤلاء هم مشايخ الوهابية. نترككم مع تمام الحوار، ومثل ما قلت يجب علينا أن نسجد لله رب العالمين شكرا على مدرسة وولاية أهل البيت عليهم السلام. نعم يجب علينا أن نشكر رب العالمين على هذه النعمة الكبيرة. نترككم مع هذا الوهابي الذي أولي الأمر لديه بوتفليقة وتبون، وفي أمان الله. أشكرك أخو. وعد شكرا لك أستاذ خالد. أي ممكن دقيقة؟ ممكن خلي أستقبل السيد ميثم. احكي دقيقة ثم خلي أتركني مع ميثم. الآن لك سؤال الآن أنت، ثم أتركني مع ميثم. أي سيد ميثم موجود؟ سيد ميثم. نعم حجينا معك، بس أريد الأخ خالد قبل يخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد شكرا. يلا تفضل أحمد تفضل. شكرا. اسمح لي، شوف سؤال لك. أنت قلت إذا كان إمامين المفروض أن يقتل الإمام الثاني، صح؟ صح. إذن علي رضي الله عنه وعليه السلام لما كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقول ولد إمام معصوم، لماذا لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز يكون إمامين في نفس الوقت؟ وهل كان إمام عندنا يجوز لما كان الرسول موجود أم ما كان إمام؟ ومتى كان إمام؟ تفضل. عندنا يجوز، ولذلك أحدهم يقولون صامت. أنت من دقيقة قلت لا يجوز. هذا عندكم بابا في كتابك، هذا في كتابك يقول اذا بو يعني. انا انت قلت لا يجوز امامين في نفس الوقت. وقع في صمت يا اخونا العزيز. اولا عرف لي الامام، ما هو تعريف الامام عند الشيعة والسنة؟ ما هو؟ لا انت ليش، انا ليس حواري معك الان، خليني مع وعد واسامت لك. كلامك حتى كلامك ينطبق لو ما ينطبق انه هذا امام ويجب ان يقتل. عرف لنا الامام ما هي. خليني مع وعد، خليني مع وعد رجاء. تعريف واحد للامامه، خليني مع وعد. تعريف واحد للامامه، ما هو التعريف؟ عرف للامامه عند الشيعه والسنه. لا لا لا, 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 لا ليس هذا موضوعي، ليس موضوع الامامه، خليني مع وعد. لا موضوعك هو موضوعك، هو موضوعك. اسمع انت قاعد تخلط في امامين. شنو الامام؟ ما هو الامام؟ تعريف الإمامة، شوف اسمعني، تعريف الإمامة عند الشيعة رئاسة عامة للدين والدنيا. وتعريف الإمامة عند السنة يقول الماوردي في الأحكام السلطانية، يقول حراسة الدين وسياسة الدنيا، ويقول الأيجي رئاسة عامة للدين والدنيا، ويقول إمام الحرمين رئاسة عامة والعامة في مهمات الدين والدنيا. والنسفي يقول في عقائده نيابة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الدين إلى آخر كلامه. إذن اتفق الفريقين على أنها رئاسة عامة للدين والدنيا. بهذا المضمون
هل كان علي بن أبي طالب عليه السلام رئيس للدين والدنيا أم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف السؤال لك أنت، هل علي كان إمام بالمعنى الشيعي في زمن الرسول أم لا؟ إمام معصوم بالمعنى الشيعي، بالمعنى الشيعي إذا كان الإمامة هي الرئاسة العامة للدين والدنيا بالمعنى الشيعي، فعلي بن أبي طالب لم يكن رئيسا للدين والدنيا. وماذا كان علي في زمن الرسول؟ ماذا كان؟ لم يكن رئيسا للدين والدنيا، الإمامة رئاسة الدين ماذا والدنيا. كان؟ كان غير معصوم وكان غير إمام، صحيح؟ الإمامة خلافة النبوة، يعني بعد النبي، بعد النبي. لا تهرب. سؤالي واضح. علي بن أبي طالب وليس الإمامة، علي بن أبي طالب في زمن الرسول، أنت قلت ما كان إمام، كان ماذا؟ ومتى ما قال ما كان إمام؟ ما قال ما كان إمام؟ ما قال ما قال؟ لا تقول. لا قال بمعنى لا لا قال إذا الرئاسة لا تقول. كلنا نسمع. الإمامة الإمامة بس أريد يهدأ شوي حتى يفهم. ما يهدون سيدنا. ما يهدأ هو، ومن يسمع صوتك يرتجف. تفضل. أكرهه بالله. لحظة أحبك بالله. شو فيك مع ميثم؟ شوف لحظة سيد ماذا شو؟ اسمعني أحبك يا وعد، أنت أحبك في الله وميثم أبغضه في الله وأنا حر. تفضل السيد ميثم. أنا لم أسألك عن الإمام، أسألك عن علي بن أبي طالب. ماذا كان ماذا كان مهامه؟ ماذا كان صفاته؟ ماذا كان مهنته في زمن الرسول؟ هل كان معصوم؟ إمام معصوم أم لا؟ سألي بس أرجوك شوك، وإن كنت تبغضني فأسألك بحق هذا البغض، عليك أن والله أبغضك أبغضك لا قاطعني. الله يبارك لك، بس اصبر لا تقاطعني. ولكن جاوب على السؤال عند الشيعة قاطعك. والسنة على السؤال تعريفها. انا اقول لك علي وانت تقول لي الامامه. علي هل علي ما هم علي زمن علي في زمن الرسول لما كان اقول لك احمد طي مجال ارجوك. صح لا اعطيه مجال يشرق ويغرب. سؤالي واضح. طي مجال علي بن ابي طالب في زمن الرسول احمد كان طفلا أحمد. لا إله إلا الله. أحمد يعني أنت فقط باقي تجلس على الكرسي وتدير القناة. دطي مجال أخي، أعطيه مجال حتى يجابك ويصير حوار هادئ. تفضل سيدنا. محمد وعلي، محمد الطيبين طاهرين. يا أخي اسمع الآن الشيعة الإمامية تقول والسنة تقول الإمامة رئاسة عامة للدين والدنيا. هل فهمت سؤالي؟ لا سؤالي ليس الإمامة. يا أخي لا تقاطع. أنا لا أقول لك هذا لأنك تخرج عن الموضوع. ماذا كان مهنته في زمن الرسول؟ يا خلاص سالت طي مجال الان سالت الان الدور السيد ميثم. ارجوك احمد انا ما اريد اوطي صوتك لان احترمك. اللي يسالني سؤال هو سالني. حجينا بار هو يريد يقاطع. وطي صوتك. اقول لك سيدنا انت ليس سيدنا يا بس اعطيني مجال سيدنا. انت تريد تضربهم هذا الضرب وما يقاطعوك، يعني هذا هم انصاف منك. هو لازم يقاطعك ليه؟ يرتجف. انا ضربته بالسؤال. العالي بن ابي طالب كان امام مع الرسول في ماشي واضح سؤالك. الان اسمع الجواب. الان تفضل سيدنا. اولا احنا اذا تحاكمنا كشيعه اماميه عندنا يجوز امامان في وقت واحد كامامه الحسن والحسين، انتهينا من هذه. اما اذا تتكلم عن الامامه بابا اعطيه مجال. تفضل سيدنا تفضل. تفضل اما الامامه بما معناه انها رئاسه عامه للدين والدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس للدين والدنيا. طيب كما كان موسى وهارون نبيان وموسى هو النبي وهو الامام،
وهارون نبي وكذلك متبع لموسى عليه السلام وهو خليفته. فكذلك كان علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإمامة العظمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى إنها رئاسة الدين والدنيا. الآن بما أن الإمامة رئاسة عامة للدين والدنيا، من كان الإمام في زمن أبو بكر رئيس عام للدين والدنيا، رسول الله أم أبو بكر؟ يلا هذا سؤالي لك. وفي زمن علي رضي الله عنه لما كان بعد عثمان، من هو، هل كان رئيس عام للدين والدنيا أم ماذا كان؟ نفس السؤال. نعم، علي بن أبي طالب بعد عثمان هو عندنا وعندكم رئيس عام للدين والدنيا. يلا الآن من هو الإمام؟ رئيس عام للدين والدنيا في زمن أبو بكر وفي زمن عمر، من هو؟ شوف نفس الشيء. سؤال آخر. اسمعني، ومن هو الإمام في زمن عمر؟ ومن هو الإمام في زمن عثمان؟ من هو؟ أحمد لحظة، الآن راح أرفع صوتك، إذا ما تجاوب أبخرك ترى، تفضل. أجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب هو كالتالي: شلون تقول أجاوب وأنت ما فاهم السؤال؟ هاي شلون بلوها؟ عيد السؤال. من هو إمام المسلمين في زمن أبو بكر وإمام المسلمين في زمن عمر وإمام المسلمين في زمن عثمان؟ من هو؟ شوف الجواب: إمام المسلمين في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهم وفي زمن علي رضي الله عنهم جميعا، كل واحد منهم كان إمام المسلمين. أبي بكر كان هو الإمام في وقته، وعمر في وقته كان هو الإمام، وعثمان في زمان والنبي وعلي في زمان والنبي بعدهم كان هو الإمام. والنبي إمام ولا لا؟ النبي كان مات يا أخي. يعني تناقضت كلام خالد يا أخوان. اثنين يعني النبي كان حي يعني النبي أبي بكر. اخواني لما كان إمام كان حي النبي. سيد اسمعني سيد الله يرضى عليك. نعم يا أخوان أيها المشاهدون الكرام، قبل شوي كان عندنا أخ هو يقول سني والأخ يقول سني. الأول يقول أبو حاتم، بس اسمع لي أخ أحمد، أبو حاتم يقول أنه النبي هو الإمام، يعني النبي في كل وقت هو الإمام، والأخ أيد هذا القول. الآن المكرم أحمد يقول لا، النبي مات ما هو إمام. يا أخوان أنا أريد النبي دائما إمام. موسى قلت مات نبي إمام بمعنى النبوة، نبي يعني قدوة، إمام ليس كإمامة أبي بكر ولا كعمر ولا عثمان ولا علي. إمامة أبو بكر سياسية يعني سياسية إدارية، وإمامة أبو بكر سياسية، وإمامة عثمان وعمر وعلي كلها سياسية لأمور الدين والدنيا. لحظة يعني النبي بس اسمحلي خلنا نفهم جوابك لطيف، أعطيك مجال، أنا تدري أنه أعطيك مجال بس حتى يفهم، أعطيك مجال، صدقني أعطيك رجاء. سؤال يهرب منك السؤال، يلا اسأل حتى لا يهرب. أتشوش لي اسمعني. شوف أنتم تقولون تسمون أنفسكم الاثنى عشرية، اليوم إن شاء الله سأدفن هذه العقيدة بإذن الله اليوم. شوف أنتم تسمون أنفسكم إثنى عشرية، يعني أكتب الحلقة الأخيرة. ليش ما تسموش معكم الرسول إمام وتقولوا إثنى عشرية فقط؟ لحظة نكتب الحلقة الأخيرة اليوم، نكتب الحلقة الأخيرة الأخيرة سأقضي عليكم اليوم. يلا. شوف أنتم تقولون، اسمع، أنتم تقولون إثنى عشرية، 2 و1 12. إذن أخرجتم الرسول من الإمامة. أنتم ما قلتم إمامة الرئاسة يعني إمامة الدنيا فقط، لا، سميتوا أنفسكم 12.
جيد. إمام 12 جيد. إمام معصوم. إذن الرسول يا ميثم لماذا أخرجتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تسمون أنفسكم 13 وصل 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 جوابك وصل سؤالك. نحن أتفضل جواب لن تجيب. نقول أتبع على أئمة وأئمتنا 12 ما قلنا مع رسول الله بل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمامية 12 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وصلك الجواب؟ الآن أنت تقول النبي هو الإمام القدوة، يعني أبو بكر مو إمام قدوة؟ ما تقتدى بأبو بكر؟ أبو بكر مو ما يقتدى به؟ لا سياسي قال سياسي. أبو بكر فقط سياسي سيدنا إداري إداري. أبو بكر سياسي؟ إيه. أبو بكر سياسي طيب. من طيب يعني هسه قال النبي إمام قدوة، النبي إمام قدوة وأبو بكر هو إمام السياسة. طيب الآن من إمامك أنت؟ من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من إمامك الآن؟ يلا بعد ما تصير تقول النبي لأنك قلت النبي إمام قدوة. يلا من إمامك؟ اسمعني هو الرسول ما قال من مات من ما قال من مات من غير إمام معصوم. هذه الخرافة عندكم. لا 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 مو معصوم. لا مو معصوم. احنا نريد امام مو معصوم. ليش امام؟ لحظة. من امامك الان؟ من امامك السياسي؟ دقيقة. اسمعني. قال الله تعالى. من هو امامك السياسي؟ امامك السياسي من هو؟ اسمعني. دقيقة. قال الله تعالى. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ثم قال تكملة الآية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. السؤال المدمر اليوم الآن هذا هو الذي يقضي على. لا جاوب على السؤال. جاوب على السؤال قبل السؤال المدمر. ما أقول جاوب على السؤال إذا ما تجاوب. جاوب من هو إمامك أنت الآن؟ قلت النبي ليس بإمام. قلت النبي قدوة. الآن سؤالي لك. جاوبني على سؤالك. جاوبني على السؤال. جاوبك ما تجاوب. ما تجاوب السؤال. من هو إمامك الآن؟ من هو إمامك الآن؟ جاوبني وجاوبك. انصاف اجبني اسمعني اسمعني الامام اليوم انا امامي هو الحاكم. من هو الحاكم؟ مين شنو اسمه؟ من هو المسؤولين في الجزائر؟ الحكام الجزائريين. شو اسمه من هو اسمه؟ من هو؟ قل لي من هو اي من هو؟ جاوبني. قل لي امامك من هو؟ من هو إمامك؟ أجيبك بالآية. قال الله تعالى من هو بابا قابل القرآن ذكر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من هو إمامك؟ من هو؟ إيه شنو اسمه؟ اسمع ما قال ولي الأمر. قال أولي الأمر. أدري من هو. من هو ولي الأمر؟ طينا اسمه. من هم وليس من هو؟ من ما تعرف اللغة العربية؟ ما قال ولي الأمر. يعني كم ولي عندك؟ كم ولي؟ لحظة على النوب جديدة. كم ولي عندك الآن؟ الرئيس وجماعته والعلماء. يعني الرئيس اسمح لي حتى نفهم. لحظة انت الان ولي امرك الرئيس وجماعته مين؟ يعني الرئيس والحاشية ولا مين؟ ايه في الجزائر. ايه الرئيس والحاشية. طينا في اثنين من الحاشية من يعني ولاة الامر. الرئيس انتم تكفرون رئيس العراق؟ ما عندكم الامر والرئيس؟ مين الحاشية؟ طينا اسماء اثنين من الحاشية ولاة الامر. انتم اسمعني انتم دينكم ليس له واقع، نظريات فقط. اليوم ماشي. طين الواقع. من هو أولي؟ طين الواقع أنت الآن. طين الواقع اثنين من الحاشية. هو نحن الجزائر عندنا الرئيس وجماعته. شو اسمه الرئيس؟ شو اسمه؟ الشؤون الدينية. ما أقول لك تبون الرئيس تبون الرئيس بوتفليقة كل الوزير الخارجية وزير الداخلية. يعني إمام زمانك. اسمعني ممكن يعني امام زمانك وزير خارجيه؟ امام زمان يعني امام ما كان امام زمان. ما كان امام زمان. قال الله تعالى شوف يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ما بس ما قال منكم. يا عم احمد 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 ما قال اطيعوا الله. ما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ووزير الخارجيه. ما قال هذا الكلام. من عندك تفضل سيد. شنو رايك بكلام الالباني؟ الالباني يقول هذا الكلام مو صحيح اللي انت تقوله. يقول هاي العقيده غلط. الالباني يقول هاي العقيده غلط. ماذا تقول؟ وعد يقول لك الالباني قال الالباني
يقول هذه العقيدة منهية عن العقيدة اللي انت الان تعتقدها. اسمع اسمع، يقول الألباني في السلسلة الصحيحة، اسمع الألباني، اسمع الألباني ماذا يقول؟ يا اخي اعطي مجال، اعطي مجال. اسمع اسمعني وعد، لا لا وعد وعد، اسمع يا اخي، لا تقاطع لا تقاطع، شوف شوف رجاء، شوف شلون راح اصدق عقيدتك، شوف شلون راح اصدق عقيدتك بكلام علماء، كلام الالباني، لا راح اصدق عقيدتك بكلام الالباني. اسمع اسمع الالباني ماذا يقول، ممكن مكمن ممكن اصبر الان خليه يتكلم واعطيك مجال، تفضل سيد. شوف لن اجيب على ما يقول، لانه صحيح 1984 يقول، وقال الحاكم صحيح على رح طرق الشيخين، راح ابخرك ترى، راح ابخرك الان ابخرك. اي تفضل سيدنا. يقول واعلم واعلم ان الوعيد المذكور، لا يعني هذا اللي يموت ميته تجاهليه، واعلم ان الوعيد المذكور انما هو لمن لم يبايع خليفه المسلمين وخرج عنهم، وليس كما يتوهم البعض ان يبايع كل شعب حسب رئيسه. الله اكبر، المنهي عنه في القرآن الكريم. الألمان يقول هاي عقيدتك غلط، ساقط عقيدتك، القرآن. شوف أخي طلعت عقيدتك خطأ أخ أحمد، الألباني يقول عقيدتك ممكن. أنت ما عندك عقيدة. ممكن ممكن تتركني نتكلم دقيقتين ورقاب؟ تفضل. شكرا. شوف قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم. إذا السؤال، قال الله تعالى، قال في الآية تكملة الآية، تسمعني؟ أين أسمعك؟ تكملة الآية قال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول فقط. إذا السؤال هو، هل التنازع هذا التنازع داخل فيه أهل البيت الأئمة أم لا؟ سؤالي ميثم. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي، انت تقول فين ميثم، خلي ميثم، انت عم ميثم، انت تقول فين تنازعتم، الخطاب لنا ام ام لأولي الامر؟ شوف شوف الخطاب من الله، يقول للجميع، للمؤمنين جميعا. والنبي تنازعتم في شيء، النبي يا مؤمنين، النبي منهم يا اخي اهدى اخ احمد اهدى، فين تنازعتم النبي؟ لا اله الا الله، لا نقفز، فانت بس اسمح لي اسمح لي، اعطيني مجال اعطيني مجال، اسمع انت تهرب والله، خليني اكمل الفكره، اعطيني مجال اعطيني مجال اعطيني مجال، لا لا اكمل الفكره، مو علاقتنا جيده انا وياك، علاقتنا جيده. هل اسمعني اسمعني اسمعني، هل اولي الامر هل التنازع التنازع الله قال فان تنازعتم للمؤمنين، هل اهل البيت داخلين في هذا التنازع ام لا؟ مين اهل البيت؟ مين الائمه الاثنى عشر؟ لا لا ما يدخلون بهذا التنازع. ليش الله قال يا ايها الذين امنوا، قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله النبي يدخل. اسمعني اسمعني، اعطيني مجال، شلون اسمعك تتسألني وتجاوب؟ النبي من الذين امنوا، النازع النبي؟ انت مو تقول لانه قال يا ايها الذين امنوا، طيب النبي من الذين امنوا انه نازع النبي؟ وعد وعد، لا 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 اسمعني وعد، خليني اقول لك الفكره على الاقل. شوف فان تنازعتم في شيء، هل الرسول يتنازع مع المؤمنين؟ أما داخل في التنازع؟ إيه يتنازع يتنازع. لا، ليش قال ليش لما ليش الله قال فردوه فردوه إلى الله؟ زين عمر والنبي تنازع ولا لا؟ أسمعني. عمر والنبي تنازع ولا؟ أسمع. عمر والنبي عمر مؤمن ولا لا؟ إما تتسنن وتترك. اسمع 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 أخ أحمد أخ أحمد، إما أنت تعاند. أحمد أحمد أحمد، عمر من المؤمنين ولا لا؟ عمر من أخ أحمد، كنت مكانك لن أبقى لحظة في دين الشيعة. شوف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول فقط، لأنهم معصومين. زين عمر ينازع الرسول؟ الله معصوم. عمي عمر ينازع الرسول؟ تجاوب. اسمعني. جاوب. طوش. جاوب عمر. عمر ينازع الرسول؟ ما هو سؤالك؟ عمر. سؤالك. عمر ينازع الرسول ولا لا؟ صلى الله عليه وآله. يا أخي عمر ينازع ولا؟ أيوة. اسمع اسمع. أيوة أحسنت أحسنت، بيض الله وجهك بيض الله وجهك. عمر نازع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليش نازع الرسول والله قال فردوه إلى الرسول
ولم يقل نازع الرسول. اسمع انا ما فهمت سؤالك. عمر قلت لي عمر نازع الرسول؟ انت شو تجاوب انت ما فهمت السؤال؟ لا لا ما جاوبت. قلت لك الرسول لا هو لا يتنازع مع المؤمنين من اولهم الى اخرهم. الان السؤال يا دتبخر يا ما دتبخر وحده اتبخر وحده شلون بلوى. لا دقيقه صح انا هادي ممكن دقيقه؟ لا ما ممكن انت لحظه اخوان حجينا والله يراد حرمل ما في دخول حرمل ما يطلع صوتي طقطق. لحظه خل اخذ العراقي ابقى خل العراقي يسلم عليك. تفضل من العراق. انا خلي معي إيه. السلام عليكم حجينا الغالي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تحارني يا عراقي؟ الى السيد القدير السيد موسى حياكم الله حبيبنا الغالي. الله يبارك فيكم. تفضل. الله يحييك ويبارك فيك والله هدع البخور والله. يقول ما تنازع يعني في رزية الخميس الم يكن هناك نزاع من عمر مع النبي صلى الله عليه واله؟ شوف يا عراقي اسمعك بارك الله فيك. شوف اتركنا من عمر واتركنا كفر عمر وكفرت الدنيا كلها. موضوعنا ليس عمر، موضوعي هو اخرجني من هذا الاشكال. اسمعني دقيقة. طيب مجال احمد استاذ احمد انت انظر الى الشاشه تبخر ارتاح الى ان يكمل. لا والله خايفين انتم خايفين مني. اسمعني شوف موضوعي ليس عمر، كفر عمر، تنازع عمر، ليس هذا الموضوع. طيب طيب مجال لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت انا خليني احاول كيف اتمثل خليني اكلمني واكلمه. ما تسمع وعدي والله. انت تفضل من العراق. تفضل اخوي من العراق. تفضل الله يبارك بك يا ما اعرف وش اسمه الاخ. اسمه احمد يا اخي احمد الله يبارك فيك. انت اطلقت كثير من الشبهات، من ضمن الشبهات التي اطلقتها قلت بان النبي امام وانتم عندكم 12 امام. النبي ايضا صلى الله عليه واله قال في حديث صحيح ما اضلت الخضراء ولا اطلت الغبراء اصدق ذي لهجه من ابي ذر. يعني النبي لما قال والنبي حي وأهل بيتي أحياء فقال يا رسول الله أنت وأهل بيتك يعني حتى يعني أصدق منك؟ قال أنا ما عنيت نفسي وأهل بيتي. فنحن عندنا النبي صلى الله عليه وآله إمام الأئمة وأهل البيت عليهم السلام هم. شكرا لك أخو. أبقيني مع حجي بس مرة خسك رحمة الله. لا عندي تليفونات الله يرضى عليك. عندي تليفونات أحمد طول ويانا. أردت أن أتكلم في شقين اسمح لي بس دقيقتين حجينا الغالي الله يبارك فيك. اسمح لي في شقين مهمين. تفضل اتركني من تفضل. خلاف الخلفاء يعني ليس باختيار الأمة، وهم عندهم باختيار الأمة بالشورى يعني بإجماع الأمة يختارون خليفة، لكن الله سبحانه وتعالى رأيه ليس كرأي هؤلاء. رب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالما هنا في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة على كلا الوجهين سواء كانت نافية أو اسما موصولا، فهي تعني أن يكون اختيار ولي الأمر بعد النبوة بيد الأمة، يعني تنفي أن يكون الاختيار بيد الأمة وأنه منزوع من أيديهم، لأنها في حال كونها نافية فمعناها أنه ما كان لهم الخيرة ليس لهم حق الاختيار. شكرا لك. وفي حال كونها اسما موصولا تعني الله يختار ما هو خير وأصلح له. شكرا لك أخو. شكرا لك مولانا الكريم. تفضل سيدي. ابن تيمية في منهاج السنة يقول وقال في رواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن حديث النبي، يعني سئل أحمد بن حنبل عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه؟ فقال تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام. فهذا معنى هذا الكلام الألباني. يعني الآن ابن تيمية وأحمد بن حنبل يسقون عقيدة أحمد، يعني أحمد يقول بوتفليقة، يقول لا لازم يجمع عليه كل المسلمين يكون هذا إمام، وإلا لا تكون ميتة جاهلية.